حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. طبعا مبروك لينا كلنا ومبروك لجمهور الاهلي العظيم اللي كان ورانا النهارده، وان شاء الله بنقول لهم ان شاء الله مزيد من البطولات، ودي تكون البدايه باذن الله، وربنا يكرمنا مع بعض وكلنا نفرح كلنا دايما ان شاء الله. مباراه صعبه والاهلي الجمهوري طبعا، ما يعني انت ما فيش مباراه بتبقى سهله خالص، انت يعني الحمد لله احنا كنا كسبانين او دخل فينا التعادل، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، وده النادي الاهلي اللي دايما بيلعب لاخر دقيقه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، فربنا يكرمنا ان شاء الله ودايما نكسب كده دايما ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبي.